الدعاء مفتاح كل خير، وفرج كل مكروب، ونجاة كل خائف، وهو سلاح المؤمن. وقد تواترت الأحاديث عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ترغيبا فيه وحثا عليه وبيانا لعظيم فضله وعظيم أثره على المسلم في صلاح دينه ودنياه وأخراه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. رواه الترمذي. الدعاء عدو البلاء، وهو كما قال صلوات الله وسلامه عليه في حديث سلمان عند الترمذي: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فإذا كان البلاء كالسهم فإن الدعاء كالترس. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام عن الدعاء أنه ينفع مما نزل، أي فيكشفه ويرفعه، ومما لم ينزل، أي فيدفعه. فيستفاد من ذلك أن المسلم يتترس من البلاء بالدعاء، ويتحصن من البلاء بالدعاء، ففيه نفع عظيم وأثر كبير.